يلا يا إيمة. ألو. ألو. أيوة. أيوة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة يا دكتور. قول. أيوة يا دكتور. أيوة. حضرتك يا دكتور أنا عندي بس سؤالين كده لو سمحت. سين واحد. بقول لحضرتك أنا عملت ذنوب كل ما تتخيلها. كلنا. ذنوب وحشة جدا. إحنا مش أنبياء يا إيمان. إحنا مش أنبياء يا حبيبتي. المهم عملنا ذنوب وخلاص. ها السؤال ايه بقى؟ السؤال ايه يا حبيبتي؟ حضرتك انا بصلي وبصوم تقريبا جبت حد من الحرام عيل من الحرام تقريبا. يعني اكيد. لا مفيش اكيد يا حبيبتي في دي. انت متجوزه يا بت؟ كنت متجوزه. لا يعني العيل ده اللي انا شاكه انه من حرام انا جبته وانا متجوزه. ايوه غصب عنك وعني وعن جوزك الواد ابن جوزك والنبي حسمها ومحدش يشك لي حتى لو كان 100% من حرام. بس الولد من اسمعي وركزي ومش عايزين نلت ونعجن. واحده جالها الهوف هوف وقالت الواد اللي ببطني ده من الحرام. ايوه الدين يقول لها لا يا اختي من الحلال ده ابن جوزك اللي على ذمتك لان لينا نبي قال الكلام ده. الولد للفراش. بس انا بتعذب روحي بتتعذب. يبقى الشيطان عايز يضحك عليك. انا عايز السؤال التاني بقى. الضمير. الضمير. لا بلاش البروناون والضمائر وخليكي في الجملة الاسمية. انا بصلي وبصوم حبيبتي والحمد لله. حبيبتي 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 وانتي ما عملتيش ولا ذنب هتصلي وهتصومي برضاكي او غصب عنك. انا يعني وانتي حاجات كتير بكفر عن سيئاتي. لا ما بنكفرش على سيئاتنا بالصلاة والصوم. احنا نكفر اسمعي يا بنتي. احنا نكفر عن سيئاتنا بحاجتين اتنين يا امي. ايوه الصلاه اصلها اوريدي البرايرز الفاستنج الالموس جيفنج البلجرامج الحج اجباري. ايوه ما بيكفروش سيئات ده تكليف. ايوه حضرتك. بص يا حبيبتي ايه اللي يكفر عن السيئات حاجتين اتنين جوز. الحاجه الاولانيه التوبه. الحمد لله. بس الحاجه الثانيه اسمعي الحاجة التانية الصادقة. قال عليه الصلاة والسلام لم أرى أحسن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده لم أرى أحسن من صدقة حديثة لذنب قديم. صدقة لكن هصلي وأصوم ما أنا لازم أصلي وأصوم. أيوة يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مولانا ليا سؤالين محيريني. واحد أختي توفت الله يرحمها وتركت ثلاث اولاد. طيب واديتني 700 جنيه امانه قالت لي تحطيها في دفاتر للولاد. تحطها في دفاتر للولاد. اعملي اعملي يعني لا شو سيادتك انا صرفت الفلوس دي على الطفل اللي كانت سايباه. على ايه؟ على الطفل اللي كانت والداه وسايباه. لان ما كانش معايا امكانيات اجيب لبن للطفل ده. لا اله الا الله لا اله الا الله. بعد ما ربنا وسعها عليا اعطيت ابوه 45000 جنيه. 45000؟ بتوع ايه؟ يعني انا حسيت ان انا يمكن اكون ضيعت حاجه من الفلوس دي. يعني ال 700 جنيه يبقوا 45000؟ اديته 45000. وانت ال 700 صرفتيهم على ابنه الرضيع؟ الرضيع اللي كنت بشتري لي بلبن. لا احسن تكوني خدت 5 جنيه ولا حاجه لروحك عصير قصب. خفت اكون ضيعت من الفلوس دي. تقومي تدي كمان ابوه عشان يتجوز بيهم؟ لا. وانت يعني جبت ال 45000 منين؟ غيرت النشاط ايه عشان اغيره زيك واسيب الجامعه؟ لا انا ورثت عن ابويا 3 ورثت. فبقى جت الفلوس رخيصه بالميراث. ها لا لا حضرتك انا كنت خايفه من عذاب ربنا. اللي خاف من عذاب ربنا يوم يعصي ربنا. انت كده عصيت ربنا يا شاب. لا والله والله العظيم يا اختي. طيب انت مفكره المال كده بعزقه؟ يعني 45 قصاد 700 كنت عملت ال 700 وال 700 وال 700. شوف الحل يا اختي الحقي بقى ال 45000 من جوز اختك ده اللي هو ابو المرحومه. معرفش انت اديتهم هو خدهم يا زينب عشان اربي الاولاد. زينب يا زينب. نعم. يا زينب. نعم. هو خدهم وقبضهم؟ خدهم. وانت قلت له ايه وانت بتديهم له؟ قلت له يعني ده تعويض.
تعويض عن ايه؟ عن 700 جنيه. وهو ما هرش وقال الحمد لله على المجانين؟ لا لا ما قالش كده، قالها في نفسه، قال ليه تتجنن كمان شويه وتقول ده انا خدت كمان 15 جنيه خد قصتهم 50,000. ايه يا اخواتي الهندي اللي انا بسمعه ده يا اخواتي؟ لا يا زينب عليك ال 700 يا مولانا، عليك ال 700 اولا عليك ال 700 الامانه، زي ما قالت اختك كان لازم تنفذي، قالت 700 يبقوا 700. انت خايفه يبقى في حاجه كذا سنه يا دكتور. ما انا عارف يا حاجه زينب، بص يا حاجه زينب، يا حاجه زينب لو كانوا 100 سنه ما يوصلوش 45,000. افرض ان هم موجودين في بوسطه او في بنك هيجيبوا كام ال 700 جنيه كل سنه؟ يا حبيبتي لما الواحد يشك في حاجه ربما يكون اخذها، في حاجه اسمها حساب الاغلب. يعني ايه حساب الاغلب؟ يعني انا كان معايا 700 شايلهم زينب واتصرفت فيهم لشيء يخصها او يلابسها، وبعدين انا قلت ايه، انا الظاهر خدت تاكسي من ال 700 جنيه وكنت منوه احط ال 10 جنيه، ما فيش تاكسي ب 10 دلوقتي، كنت منوه احط 20 جنيه من جيبي على الفلوس بتاعت اختي، ادي 20، لا ده التاكسي الله اعلم 30، خليهم 50 يا اختي على الاغلب، 50 تاكسي في 50 عصير في بتاع يبقوا 1000 2000 زي بعضه يا زينب، لكن مش 45,000. نصيحتي لو الراجل ده يسمع كلامي ويخاف ربنا يحسبها زي انا ما بحسبها ويقول لك لو كنت صرفت ال 700 10 مرات كانوا بيبقوا ب 7,000 جنيه، لو كنت صرفت قدهم 20 مره يبقى 2 في 7 ب 14,000 جنيه، لكن ما اخدش 45 اربي بيهم ولادي، وده مال سحت لانه مال من واحده سفيهه، انا اسف ان انا اقول الكلام ده. يلا يا ام عبد الله. ايوه اتفضلي. اتكلم على طول؟ ايوه يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك انا في رمضان اللي فات ده زوجي طلع كان في مشكله حصلت بيني وبينه، وبعدين قال لي قدام اولادي وقدام جوز بنتي، هم الاولاد قالوا له خلاص يا ماما هو هيطلع يصالحك والموضوع انتهى وكده، فهو قام قال لي ايه انت طالق، انا بشهدكم ان الست دي طالق. وانا كنت بصلي الفجر يعني يا دوبك سلمت، العيال قالوا استني لما يطلع، قلت لهم انا هصلي الاول، ففعلا يا دوبك سلمت دخل عليا لاني بصلي، قالوا له انت بتصلي، قلت خلاص نستنى اما تصلي، واول ما يقول السلام عليكم لقيته بيقول لي ايه انا بشهدكم، نادى جوز بنتي ونادى ابني ونادى ابني الثاني وبنتي، انا عندي 5 اولاد. قال لهم انا بشهدكم الست دي طالق. كان هو قبليها بشهر سايب البيت وقاعد في نفس العماره اللي احنا فيها بس في شقه لوحده. بسبب ايه؟ المشكله انا مش بيعنيني الطلاق، انا بيعنيني الظلم اللي انا ظلمته بسبب الطلاق، بسبب ان هو رمى عليا الطلاق في حاجه بسبب جوز بنتي، ده طبعا محرم عليا اليوم الدين، ده ابني. انا كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، رفعت دراعي فقال لي دراعي تحت جسمي كده، قلت له والله العظيم ما بان اي حاجه، حتى لو بان جوز بنتي بيفتح الشقه وماشي. قال لي لا هو شايفك انت واحده مش محترمه، انت كذا انت كذا انت كذا. قعدت برضو عشان انا عارفه ان هو عصبي ومش طبيعي، قلت له معلش حقك عليا، انا اسفه انا غلطت، انا لما جوز بنتي يجي بعد كده انا اقسم بالله ما هخرج من الاوضه بتاعتي. قال لي ده الكلام بقى اللي ملوش لازمه وما اعرفش ايه بالظبط. طب يعني هتحبسي نفسك؟ اخرجي بس تكوني لابسه كويس. اجرى ايه؟ ونمنع. ما انا لابسه كويس، انا بحضرتك انا لابسه. امال ايه بقى اللي تحت الدراع بان بقى؟ هو انا بسمع ولا ما بسمعش؟ ايوه انا لابسه عادي. الله، لابسه عادي وده هيبان ازاي؟ ما هو عشان شكاك، انا لابسه جلابيه بنص شكاك ازاي بقى؟ ما هو لمحك وبصورك وبغير عليك. وبعدين جوز بنتك قاعد بهب بايه؟ ما ياخد بنتك ويروح يرقص هناك في شقته. انا الله بقى، هو جوز بنتك ده انت اديت له بنتك من غير ما تقول له فين التلفزيون يا ولا هتلاقي شاشه جديده؟ ما يقعد يتفرج هو المزه ويجي يقول عندنا 3 دقايق، عايز ايه؟ ما ياما قعد وقدمنا له المحشي والكباب. يعني هم ساكنين معانا في نفس وساكنين معانا يقعدوا لهم شقه، مش لهم شقه؟ هم جايين لنا يعني هم يقعدوا معانا شويه. يا اختي عليكي يا حلوه، سؤالك ليا ايه انا بقى؟ فتم بقى الطلاق على البناء على كده. ما انت قلت ما يهمنيش الطلاق، ولا انا برضو ما بسمعش. لان انا اتظلمت يعني انا ما اتظلمت ما يهمنيش الطلاق. لا انت جريئه شويه، انت واضح انك جريئه، انت بتقولي ما يهمنيش الطلاق. لا مش قصدي. لا قلت كده، قلت انا يهمني الكلمه اللي طلقني بسببها. يعني ايه؟ تحت بقى باطي بان يعني هو وجوز بنتي محرم عليا اليوم القيامه. هو حد قال جوز بنتك اللي محرم عليك اليوم القيامه؟
يقعدوا تقعدي معاه بنصكم؟ لو انت ام اللي مخلفاه ما ينفعش تقعدي معاه بنصكم، امه ما ينفعش. وانا قلت في الوعظه حسن الكلام ده قبل كده، هندافع على جوز البنت وجوز البنت بيتجوزها يجي يقعد مع امها ولا ياخدها ويقعدوا سوا يا اما القمر على الباب؟ ايه الكلام ده؟ وبعدين شوف التاني الخيبان راخر طلع مسلم قوي، اشهدكم انها طالق. يا اخويا اتنيل على عينك، قول لها اشهدكم امال ان انا جبت لها قميص، اشهدكم ان انا جبت لها 10 كيلو لحم. ما فهمتش من الدين اني اشهدكم الا في الطلاق؟ احنا عندنا دين مش بتاعنا، مش لازم تشهد يا اخوي، لان الاشهاد على الطلاق جائز وليس بواجب. ممكن قوي تقول لهم طالق وتقول لها هي طالق وتقول لابنك بلغ امك ان انا طلقتها، ويوصل الخبر والطلاق يقع وتخر على دماغك. وعيب يا مسلمين، ما ينفعش الكلام ده بحال من الاحوال. لا احنا العلاقات خربانه والدين بايظ والوطن بيتحطم وبينهد، وقاعدين بنطلق عشان رفعت دراعها ورفعت ايدها. وانت لو راجل كويس وعارف ان الطلاق ده عظيم عند ربنا، يا اللي مجوز بنتك يا حما يا شيبه يا عيبه، وشفت ان تحت بطاطها بان، اعمل لها كده بكل هدوء وانت بره عند الحمام والواد متلهي في التلفزيون. خش اللي ريحته وحشه ولا يطاق وسيء العشره، ازاي انا اقدر اعاشره؟ لو عشرتيه تبقى قله الادب. مفيش حد ابدا محترم يعاشر حد ولا يقلع لحد وياخده في حضنه والحد ده ريحته وحشه ومعاملته سيئه وبيضربه. حبات الملائكه تلعنك، عمرها ما هتلعنك، هتلعنه وتلعن اللي جابوه وتلعني انا لو قلت لك ابقى انا ما بفهمش حاجه. بس في حاجه مهمه ما يقولهالكيش حد الا انا، انا الوحيد في العالم اللي اقولها لك. انت بتقولي لي هنا سطر انا ما رضيتش اقراه، يعني ما انا عارف لان انا قاري الاسئله دي قبل ما اجي 70 مره. ايه السطر اللي بتقوليه؟ ما عنديش مكان لو اتطلقت اروح وماليش قرش اصرف منه، يبقى انا محتاجه للراجل ده. محتاجه له اعمل ايه يعني؟ اقبله رغم ريحته الوحشه ولا بيستحمى ولا بيتنيل؟ لا، ابقى بنت فرفوره اجيب الشبشب واخده واعمل اني بهزر معاه لما يعوزني. هو عايزني يقول لي خلي بالك الليله عنب وهنشرب الشاي يا بنتي يا دي، وكوني ماليه البانيو وحطيه فيه وادخلي معاه وطرطشي وهاتي الليفه وادعكيه وهاتي برفاه ولو على حسابي انا وغرقيه فيه، بعدها هتبقى ريحته حلوه وشويه شويه بمعاملتك كويس هيبقى حلو قوي ونصلح. طول ما احنا عايشين اعرفوها كده، طول ما احنا عايشين هنصلح، طول ما احنا عايشين هنصلح. واللي يفكر نفسه صلح وكله كومبليت يبقى ايه بمكتب اسمه تيبل، مش عايز اقول كلمه تانية وانا منفعل. اللي مفكر نفسه كله كومبليت واتصلحت الدنيا وقع كده مستني الموت، ده يبقى بنسل وبن، يلا يبقى تري شجره، يبقى اي حيمون قمر بس مش نافع كحل، ما ينفعش. طول ما ام دينا 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 دينا، يلا يا ام دينا. الو الو، اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك بس في حاجة أستفسر عنها كده. خدامك يا أم اتفضلي. حصل بيني وبين جوزي، أنا وجوزي فاتحين مشروع وكده. إيه؟ ماشي؟ يا جماعة لازم أسمع يا جماعة في كنترول، أرجوكوا علوا الصوت شوية. إيه؟ أنا وزوجي فاتحين مشروع. أنت وجوزك إيه؟ فاتحين مشروع. أنتوا فاتحين مشروع أنت وجوزك، يعني أنت النص وهو النص؟ اه. بمناسبة الراجل اللي اتصل بيها من السعودية المرة اللي فاتت على 50,000 اللي اداهم لواحد قريبه يشغلهم، الزكاة على مين؟ عليك يا اخويا، عليك يا حبيبي، وعلى المكسب اللي يجي منها، وهو عليه لو معاه نصاب الزكاة او كان شريكك بقدهم. شكرا. قول يا مدينة. وبعدين حصل كان في واحدة شغالة عنده في المحل، انا مشيت ورحت مشوار رجعت لقيت الشخص عندي بالشقه ساب المحل وطلع لك. استني بالراحه بقى عليا بشويش، يعني الراجل اللي بيشتغل عندكو انت رحت مشوار لقيتيه ساب المحل وقعد لك في الشقه؟ لا لا ما سمعتش. جوزي واللي شغاله معاه في المحل الاثنين في الشقه. الاثنين ايه في الشقه؟ وقافل المفتاح. اثنين ايه؟ وقافل المفتاح. وما فيش ما تسمع ولا كلمة. جوزك مع مين في الشقة؟ مع واحدة. واحدة بتشتغل عندكم. وأنت لقيتيه هو وهي في الشقة. أيوه.
المفتاح عليهم. اه وقافلين بالمفتاح عليهم. جيت انت مخبطة. اه وقال انا كنت بحل لها مشكلة. هو اللي فتح لك ولا هي اللي فتحت لك؟ لا لا هو ما فتحليش خالص. ما حدش فتح احسن عشان ما توجعيش دماغك ودماغهم. كويس. وجيت انت واخدة بعضك وماشية. اه بس انا انت ايش يعرفك ان هما الاتنين جوه ما دام ما حدش فتح لك؟ لا انا عرفت. عرفتي منين؟ مين هو قال لي؟ قال لك ايه؟ قال ان كان بيحل لنا مشكلة. طب وماله؟ وانت مش مصدقاه؟ استني بالراحة. لا. وانت مش مصدقاه؟ لا. ومخلفة منه؟ وعايزة تتطلقي وتسيب المشروع؟ اه. عشان تتجوزوا واحد تاني هتلاقيه معاه واحد وواحدة. ما هو السوق مش حلو يا هبلة. هو انت فاكرة لما تسيبيه ده هتتجوزي عمر بن الخطاب؟ يا هبلة. ده هو اهبل منك عشان يقول لك كان في حد معايا. ده كلام يتقال؟ هو ده كلام يتقال؟ احنا بنجاهر بالمعاصي عايزين ربنا ما يرحمناش؟ ده اللي يعمل خيبة ويسترها كما ستره الله ربنا بيرحمه. انتوا بتقلبوا في ايه؟ ومعاه ومش معاه؟ ولو معاه يا اختي، ولو انت معاكي مفتاح وهو نسي يفتح ودخلت ولقيتهم الاتنين مع بعض في لحاف واحد بلغه الفقه او بيلعبوا استغماية بلغتنا احنا النهارده، ولا حاجه يا اختي. ولا تزر وازره وزر اخرى يا اختي. لو انت بتحب سيدنا محمد تقول يا ربنا يتوب عليك يا ابن الناس، قوم يا اخويا استحمى عشان انت مؤمنه. حد ثقافك انت؟ مشاعرك مش طايقه يغور في داهيه بالذوق برضو كل حاجه، لكن انت في الاتي بيعمل معصيه. تحمدي ربنا ان ربنا عافاك انت، لان لا هو هينفعك ولا انت هتنفعيه. ربنا قال كده في اكثر من ايه: ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. ومن صلح، يعني ممكن الواحد يبقى في الجنه ومراته جنب منه في جهنم وشايفه برضه ولا ازيك عايشه شد حيلك، وهي تبقى قاعده في الجنه وتقول له خلي بالك يا محروس اتعدل كده خلي النار توضبك. امال ايه؟ لان دول هيطلعوا على دول ودول هيطلعوا على دول. انا يا ام عمرو. ام عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام عمرو. ايوه حضرتك. اتفضلي. لو سمحت ممكن ليا سؤال بعد اذنك؟ ها ها. لو سمحت من فضلك، انا والدي متوفي من 13 سنه. ايوه. ايوه. بقول لحضرتك انا والدي متوفي من 13 سنه. اها. سايب عقارات، عقارات دي عباره عن اربع بيوت، كل بيت اربع ادوار، في شقق ساخنه وفي لأ. فطبعا احنا خمس صبيان وبنتين، وطبعا الحاجات دي كانت المفروض اتقسمت بعد وفاه والدي، وطبعا والدتي قالت لا ما فيش تقسيم الا لما الصغير يكبر، عشان احنا لنا اخ صغير والكبير يموت بقى بالمره. ماما عملت شريعه غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحكمت المراه وشرعت لنا شرعا جديدا حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير، وكان عليها ان تقول ويموت الكبير ويموت من على المسرح ويموت المشاهدون جميعا. غلط. وام كل زيها غلط. والميراث يتوزع بعد ربع ساعة من الوفاة. طب حضرتك دلوقتي هي منسفة دماغها قوي، والاخوات دلوقتي بعد ما كانوا الاخوات مع بعض ايد واحدة وبيتعاملوا بالحب والمودة، دلوقتي بقى كل واحد زعلان من التاني ومخاصمين بعض ومقاطعين بعض بقالهم سنة. ثمرة مما زرعته امك، ثمرة من ثمرات زراعة مامي اللي مش عارفة دين. وفي امهات. ايوه اتفضل. وفي امهات ازواجها كتبوا لهن كل حاجه باسمهن، لا وما زالت بتذل ابنائهن. اسمه شرع بعيد، شرع ام لالي، شرع ام كلثوم، انت وبس اللي حبيبي. مش ام كلثوم طبعا، اكيد ومفيش غيرك على البال. اي حاجة غير ربنا، اي حاجة غير الرسول. اسأل يا بنت سؤال مباشر اجاوبك عليه. طب حضرتك سؤال معلش، حضرتك هو ما كتبش حاجة باسم حد،
هو سايبها كده لشرع ربنا وما قالش ان ده بتاع فلان او وجات. ما انا بقول لك وفي تانيه يعني غير مامي، في غير مامي، ماميهات غبي غبوات جاهلات كافرات بشرع ربنا. طيب دلوقتي واللي مات وكتب لهن في حضن ابو لهب دلوقتي. طب حضرتك لو احنا رفعنا عليها قضيه، ارفعي عليها وعلى جدتك لو جدتك عايشه وبتايدها. طب يعني حضرتك كده مش حرام؟ لا مش حرام، مش حرام. احلف لك انه مش حرام بدم مش راضيه تيجي بالنعناع، بدم مش راضيه تيجي بنعناعه ووحيد الله يمه، واللي بتعمليه يمه غير دين سيدنا محمد. اهو الاستاذ الكبير بيقول وهي بتقول ايه مش حرام، توديها 60 محكمه بس يوم ما تروحوا بيها المحكمه تكونوا واخدين لها سندوتشات الكبده وكل حاجه هي بتحبها، وكلي يا ماما وان شاء الله ما طفحت، بس كلي يا ماما، انت حبيبتي يا ماما، القضاء يا ماما شرع عشان يفصل بينا انا وانت ونفضلوا حبايبي يا مامي، انت كده تكفري يا ماما، ربنا ما قالش كده يا ماما، ولما قالش كده يا ماما، واقعد تسمعي كلام دجال يا ماما. الصغير ياخد حقه ويبقى له وصي لغايه لما يكبر ويرجع له حقه. واتوا اليتامى اموالهم، اي الذين كانوا يتامى، لأنه بمجرد البلوغ لم يعد هنالك يتم، لكن الله عبر باعتبار ما كان، وهذا الذي يسميه العلماء مجازا مرسلا، علاقته اعتبار ما كان، أي آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم. شكرا. بتقول لي قول يا زينب، منى البكري بتقول لي انا قول يا زينب، وحطيت لي الضمه ربنا يسترك يا منى. يا دكتور دلوقتي ان انا بنت متجوزه في مركز جنبيني. مالها؟ بنت متجوزه في مركز جنبيني. وبعدين هي غضبت 15 يوم غضبانه، ورحنا بعد ما غضبت 15 ورحنا بعد 15 يوم رحنا اشتكينا. اشتكيت على طول كده؟ ايوه. وبعدين واشتكيتوا ليه؟ ما صبرتوش شويه ليه؟ ده اللي حصل يا دكتور. اشتكيتوا على طول كده اهو. وبعدين خدت 20 راجي وثلاث عربيات. ورحت فين؟ ما اسمع يا دكتور. ايوه ورحت فين؟ يا دكتور. ورحت فين؟ وخدت 20 راجل ورحنا خلانا جثه في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال كله. جدعه. وبعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا خدنا بناخد العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبه بالعزال تاني. ايوه. وحرمين ان احنا ما نشوفش عيال. جدعه. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبله؟ هو ما معكيش طبله؟ استني بس استني. انت حد مأجرك عليا يا بت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. وايه اللي جاب انتخابات السيسي للعدوان والافتراء؟ ما من ايامها. لا يعني وبتكيلي لي ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، وبتعترفي انك حايشين العيال عنه، عايزه تدخلي الجنه؟ طيب يا دكتور هو نفسه يشوف العيال، ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه؟ اي. ليه؟ عشان تدخلوا الجنه ولا عشان يعملوا لكم تمثال؟ احنا ضربناه عشان يتجوز. انتوا عملتوا ضربتوه عشان يتجوز؟ ابن كلب حرام الادب، كفر بالاسلام. يا نهار اسود يا دكتور، يا نهار اسود. المهم استني بس، يعني بنتك مخلفه منه كام؟ بنتين اتنين. وفي عريس جه دار وشريف الشاي دلوقتي وعايز يتجوزها؟ لا مفيش حد لحد دلوقتي يا بطل. ولا حد هيجي لك ولا عبارك، ما دام عرفوا انك في توايه وخدت العزال يوم الانتخابات بتاع السيسي وعجنتوا الراجل عجن لما جه يشوفوا علاده، مين هيتجوز بنتك؟ مش هيتجوز بنتك واحد الا واحد يقدر يخبطك بالشومه راخر. لا طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البنت. حرامين اتنين واربع حرامات و80 حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعه يا بيت، اشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي، الواد يشوف عياله يا حبيبتي. وسيبك من اللي راح بقى، بدم طلقتوها وعرفتوا تشتكوا، لكن يشوف ولاده وولاده يشوفوه، لا يكبروا ولاده ويقولوا لك خد يا جده زينب كده تعالى ما بوسك، وتيجي مقربه عشان يبوسك يجي واخدك بالبنيه موقع سنانك في حنكك اللي هو بقك يعني بالموضه،
الواد يشوف عياله يحرق الجواز على اللي بيتجوزوه بالطريقه دي، بالطريقه دي. الواد يشوف ولاده وولاده يشوفوه. يا زينب هتولعي يا زينب انت واللي جابوك اللي عملتوه ده عدوان.